خطأ كتير بنعمله هو إنه منشرب الوحدات الحرارية تبعنا. نحن مش عم نحكي عن الأشخاص اللي بيأكلوا كتير، نحن عم نحكي عن الأشخاص اللي بيشربوا وحدات حرارية عالية من خلال المشروبات الغازية اللي فيها سكر، من وراء الميلك شيكس، من وراء عصير البرتقال أو عصير الجوس اللي فيه كتير وحدات حرارية. ما لازم ننسى نعد الكالوريز ونتجه صوب المشروبات اللي ما فيها كتير وحدات حرارية مثل الماء أو المشروبات الغازية الدايت الغير كتير مفضلة، ولكن بعد أفضل من السكر، أو حيلا نوع تاني من الليمونادة مثلا اللي بنعملها من دون سكر اللي بتقدر تساعدنا أنه نشرب نرتوي من دون ما ناخد وحدات حرارية زيادة.